مدينة للطب أم بؤرة للوباء؟ سؤال بات يردده كثير من العراقيين في بغداد بعد أن تحولت المستشفى الواقعة في قلب العاصمة إلى مركز لنشر العدوى بفيروس كورونا. عشرات الإصابات بالفيروس تسجل يوميا في المستشفى، وثلاجات الموتى مليئة بالجثث، والعدوى باتت تنتشر حتى بين الأطباء والكوادر الصحية. أما عن الأسباب فحدث ولا حرج. مصادر داخل مدينة الطب كشفت لوكالة سبوتنيك الروسية عن أن نظام التبريد المركزي داخل المستشفى صمم بطريقة خاطئة، إذ ينقل الهواء بين الغرف والأقسام من دون مراعاة لخصوصية المنشآت الصحية، الأمر الذي تسبب بنقل الفيروس من المصابين إلى المراجعين والأطباء كذلك. وبالطبع ليست مدينة الطب وحدها في هذا الشأن، إذ يشير تقرير الوكالة الروسية إلى إصابة مدير مستشفى الجملة العصبية بالفيروس قبل أسابيع، ومع ذلك استمر في مزاولة عمله يوميا حتى تدهورت حالته ليتم عزله والبدء في إجراءات علاجه. صورة أخرى من صور الإهمال الحكومي وسوء الإدارة يتعلق بإجراء الفحوصات على المشتبه في إصابتهم بالفيروس، إذ أن بعض الموظفين العاملين في مراكز الفحص يساومون الناس على بيع المسحات للراغبين بإجراء الفحوصات بعيدا عن المستشفيات التي بات الناس يخشون دخولها خوفا على أنفسهم من العدوى، ويتقاضى هؤلاء عن المسحة الواحدة مبالغ تبدأ من 100 دولار أمريكي في بغداد وتصل إلى 700 دولار في المحافظات الجنوبية. متاجرة صغار الموظفين في مراكز الفحص بأرواح الناس ليست كبرى الجرائم في العراق، فقبلهم الكبار الذين جنوا بفسادهم أموالا طائلة من بناء مستشفيات أصبح الداخل إليها مفقودة، ما يؤكد أن العراق لن يكون إلا بعودته إلى أبنائه ومحاسبة من عاثوا فيه فسادا.